اخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم الاخوان، نشاركوا معكم اليوم الاحد بتاريخ 11/9/2022. الاخوان اليوم عندنا تنديروا التلقيح للغنم. التلقيح الاخوان تنديروه من 6 شهور اليوم راه وصلت التاجيله ديالها. تحياتي للجميع. كما عرفتوا الاخوان، يعني العام صراحه داز قاصح بسبب عامه، يعني داز صراحه قاصح بزاف. الله يرحمنا ونتمنى من الله هذا العام هذا يدوز ان شاء الله احسن من العام اللي داز. نطلبوا من الله روينا، نطلبوا من الله يعطينا شي شتيوه في هذه الايام القريبه ان شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. حنا الاخوان يعني دخلنا، غادي نزيروها، ندخلوها للزريبه لداخل باش نقسموها بالمجاور، وان شاء الله غادي نبدا نداول وحده وحده. حنا الاخوان كما تشوفوا معنا مفعول ديال الدواء. صراحه لي فومي كي اللي تيخليهم تبارك الله تبدا يديروا هكا. جات هاد الزيار، سبحان الله. هنا النعجة دابا تبارك الله تتزير مسكين، خصوصا التنيات هادو نسنا الحليب بحال هادي اللي فيها حلقة حمراء، هادو ديال الله نقشهم. اللهم بارك، وصلي عليك رسول الله. تطيح مسكينة. هما دو الإخوان اللي فيهم حلقات حمر، كاين هنا غير تنية ورباعية، تكون غير تنية وسنا الحليب، ما تكونش فيها رباعية. اللهم بارك، اللهم بارك. هادو الاخوان الخرفان اللي تولدوا لنا في هاد الايامات هادي، الخرفان البكارة. تبارك الله عاجبهم الحال تبارك الله، ولكن راه تيعرفو موت موتهم، تيعرفو تيعرفو تا هما. اللهم يسر، الله يسخر الجميع. تحياتي لجميع الاخوان. الصراحة الدواء تيزيرهم الصراحة. هم الاخوان انا نشوفوا ردات الفعل ديال هذا المعيز هادو، فاش ندقوا لهم لي فوميك نردوا نشوفوا ردات الفعل ديالهم. مازال ما حش بهم، ماشي شنو خرناش وخرناش اوكي الحساء كاع هذا كاين في خصه هذا عالي ما عندك حافظ وزع عالي فين عالي. ايه والله تحياتي الاخوان المتتبعين، تحياتي لكم الاخوان، تحياتي للجميع. اللهم بارك، السلالة الاصيلة تبارك الله. المهم الاخوان كما شفتوا معنا الفيديو، يعني تبارك الله صراحة، يعني درنا لهم جوج ديال، درنا لهم التلقيح ولي فوميك، درنا لا النعجة لا الخروفة. صراحة أنا الإخوان يعني في الفيديو راه غادي تشوفوا فاش درنا المعيز تا هما، راه كل واحد تبارك الله وكيساتا. يعني المعيز ما تيقدش هو على، خصوصا فاش نديرو له لي فوميك تيبقى يتفرفط. المهم الإخوان فلوك خفيف ظريف، تحياتي لكم. مازال إن شاء الله واحد القطعة ما جاية دابا، حنا غادي نزلنا لهادي مازال ان شاء الله على الطالب. اللهم يسر. المهم الاخوان هادو هما المعيزات اللي شرينا في التالي. كاينين هذه قطعة، المهم هاد القطعة ديال المعيز كاينة مع هاد الغنم، كاينة قطعة اخرى تانية هاد جاية مع واحد العطروز ديال لاروي. اللهم يسر. صراحة الإخوان يعني تا الأرض الله يرحمنا الماكلة قلت، يعني بالنسبة للماكلة راه بدينا تناكلو، بالنسبة للعلف راه لدار راه ولا لوالدة راه تتعلف، و
اللي ضعيفه راه تتعلف الله يرحمها. مثلا من عجل شاده شويه في راسها راه مثلا هنا هما الجنان. هذا هو العطرس ديال العرب. نعم. اللهم يسر اخوان مازال ان شاء الله. نتمنى يعجبكم لا فيديو. بالنسبه للناس اللي تفرج فينا اول مره الاخوان تفاعل معنا في القناه، تحياتي لكم وتحياتي للجميع. نغنم الاخوان يعني صراحه الله يرحمنا اللي ما كبرش معاه شويه، نتمنوهم الله يرحمنا بشي شفاء قريب العاجل، لا سخ الله راه ما يكون غير خير ان شاء الله. اللهم يسر. لا صافي غادي اللي فرصه هنا الاخوان كما تشوفوا معنا تبارك الله. هذه القطعه هذه تبارك الله سخر فيها الله، يعني الحمد لله ما لقيناش صراحه ما لقيناش مع شي صعوبه فاش تندكوا لها ليفرا. يعني كما تشوفوا راه تبارك الله متابعه وحده وحده سبحان الله تبارك الله راه غادي. الاخوان كما تشوفوا معنا راه الغنم صراحه راه ناقصه ضعيفه شويه، ولكن الوقت راه جابتها والحمد لله صراحه ما دوزاتش علينا شي تمره صراحه القطعه يعني دازت في الدواس تبارك الله دغيا دغيا. وانا الاخوان وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم. بالنسبه للناس الاخوان اللي تتفرجوا فينا اول مره ما تنساوش يتفاعلوا معنا في القناه. تحياتي.